جوهر الفكرة التي قدمتها هنا أن هنالك منهجين متوازيين في نقد الحديث، منهج لعلماء الحديث ومنهج لعلماء أصول الفقه، وأن كل منهج له خصائصه ومزاياه. ربما الشيخ محمد الغزالي أو كتاب الشيخ محمد الغزالي بسط الأمور شوي أكثر من أكثر مما ينبغي. فأنا قلت إن في كتاب الأطروحة الجديدة هنا تقول إن هنالك منهجين متوازيين في نقد الحديث، منهج المحدثين ومنهج الأصول.